السلام عليكم شيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عايز افرق ما بين دلوقتي الزاني المحصن القتل، حكمه القتل الرجم. الرجم ايوه. طب الزاني الغير محصن الجلد. الجلد ايه. طب في الآية الجلد والتغريب سورة الفرقان. الجلد والتغريب ايوه معاك. سورة الفرقان بتقول الا من تاب وامن. ايوه تاب وامن عند الله سبحانه وتعالى. اذا جلد سقط الحد، ما جلد وتاب تاب الله عليه، ما تاب اذا تاب فامره الى الله، ان شاء عذبه وان شاء عاقبه. شكرا يا عم الشيخ. ادعي يا عم الشيخ. الله يبارك فيكم. الله يحفظك.